وعودة إلى الخبر المتعلق بالاحتجاجات داخل تل أبيب والداخل الإسرائيلي، معنا عبر الهاتف الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية في جامعة عين شمس. دكتور عبود، نرحب بك. ونحن الآن في إطار احتجاجات أوسع في الداخل الإسرائيلي تطالب بإسقاط بحل الكنيسة وإسقاط الحكومة الإسرائيلية، كيف ترى المشهد اليوم؟ مساء الخير. أولا سعيد بوجودي مع حضرتك. الواقع فيما يتعلق ب الاحتجاجات في الداخل الإسرائيلي، فنحن أمام أسبوع من الاحتجاجات الشديدة في المجتمع الإسرائيلي ضد حكومة بنيامين نتنياهو. الاحتجاجات تتركز بشكل أساسي حول مطلب رئيسي، وهو إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو بعدما أدرك الإسرائيليون وفي مقدمتهم عائلات الأسرى أن حكومة بنيامين نتنياهو تعرقل كل صفقة وتعرقل أي صفقة وتقف في وجه الضغوط المجتمعية في إسرائيل وكذلك الضغوط الأمريكية من أجل عودة المختطفين وعرض صفقة لتبادل الأسرى وإطلاق سراح الأسرى ووقف الحرب. لذلك أصبح المطلب في الشارع الرئيسي بجانب عودة المختطفين الاتجاه نحو عقد صفقة وإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو لتمهيد الطريق لمثل هذه الصفقة. لذلك أعتقد أننا أمام أسبوع من الاحتجاجات سوف تتكرر. المسألة تخطت الآن سقف التظاهر العادي، وبدأ المحتجون يطالبون بعصيان مدني وإضراب عام عن العمل ومحاولة لدمج نقابات العمال في عملية التظاهر، ومحاولة أيضا للضغط على المعارضة الرسمية في الكنيسة لدخول المظاهرات. أعتقد أن حكومة بنيامين نتنياهو لديها نواة صلبة في الكنيسة، ما زالت موجودة 64 مقعد، أغلبية الكنيسة 60+1، فبنيامين نتنياهو لديه غطاء سياسي ممثل في 4 مصاعد زيادة عن نصف مقعد الكنيسة. لذلك تسعى المعارضة الرسمية لشق الصفوف داخل حزب الليكود، ربما ينقلب عدد من أعضاء الكنيسة المنتمين لحزب الليكود على بنيامين نتنياهو، وساعتها من الممكن إسقاط الحكومة في الكنيسة عبر إجراءات سحب الثقة المعمول بها. أعتقد أن المظاهرات في الشارع وعمل المعارضة الرسمية داخل الكنيسة، كل هذا الزخم مجتمعا قد يفضي إلى خلخلة الوضع السياسي في إسرائيل، سواء بالضغط على نتنياهو لقبول الصفقة أو بإسقاط حكومة نتنياهو والاتجاه للانتخابات المبكرة. نعم، الدكتور محمد عبود أستاذ الدراسات الإسرائيلية في جامعة عين شمس كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.